من الريادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما حصل ومهما صار لا تضع يدك على خدك ولا تحتار، ابتسم أنت في ذمار. وما أدراك ما ذمار؟ ذمار وحدها هي التي تبتسم حينما تغضب وتحول الشكوى إلى نكتة بالغة الذكاء. ومن بساطة وحكمة وروعة أهل ذمار وواقعية النكت التي يطلقونها أطلق عليها نكت الذمار الشامل. إذا تدلت خيوط الشمس من المدرسة الشمسية ابتسم أنت في ذمار. إذا تصفحت موسوعة النكت السياسية اليمنية ابتسم أنت في ذمار. إذا جالست قوما أكثر طيبة وأشد بساطة وأسرع بديهة وأظرف منطق فأنت في ذمار. إذا انقطع الماء عن حارات في ذمار لسنوات فأنت في ذمار. إذا خيم عزرائيل على طريق معبر فأنت في ذمار. إذا اكتشفت مناطق يسكنها غول الثأر فأنت في ذمار. إذا دخل إبليس بين القبائل وتعطلت لغة الكلام وتخطقت أنت في ذمار. إذا شعرت بالرهبة في أفق مدينة أنجبت شاعر بحجم البلدوني ومقرئا بحجم محمد حسين عامر ابتسم أنت في ذمار. إذا تعثرت مشاريع الطرق فقام الأهالي بحراثتها وزراعتها للاستفادة منها فابتسم أنت في ذمار. إذا اكتشفت أن المقبرة لا يفصلها عن المستشفى إلا الطريق فأنت في ذمار. إذا سمعت كل ربع ساعة جارح رصاص على قضية أراضي فأنت في ذمار. إذا تصدر طريق الحسينية ذمار موسوعة جينيس للعالمية للأرقام القياسية فأنت في ذمار. إذا اكتشفت أن محمية عتمه محمية من الخدمات فأنت في ذمار. إذا صابت العين وصاب فأصبحت مشاريعها كسراب بقيعة فأنت في ذمار. إذا وقفت أمام أطول سور بعد سور الصين العظيم فأنت في ذمار. إذا سألت أين تقع ذمار فقالوا لك جنب جامع الذمار فأنت في ذمار. إذا اشتكيت بغريم ودفعت حق العكفي من البيضة إلى دبة العسل فأنت في ذمار. إذا تمنى المسؤولون ليت والله وقع شهران مجوجة واحدة فأنت في ذمار. إذا مرضت ومت وأنت مطوبر أمام مستشفى لا يرحم أنت في ذمار. إذا طال عمر حجر الأساس وقرر الأهالي قلعه وإرساله إلى الحكومة هذا الحجر حقكم نسيتم عندنا أنت في ذمار. إذا رأيت المدينة التي حصلت على المرتبة الأولى في نظافة الشوارع في اليمن كاملة وقد أصبحت القمامة متكدسة في شوارعها فهذا ما جناها الإهمال على ذمار. إذا اكتشفت مديريات ما زالت تعيش في القرون الوسطى فلا تسأل عن التعليم في بعض المديريات في ذمار. إذا طال عمر حجر الأساس وقرر الأهالي قلعه وإرساله إلى الحكومة هذا الحجر حقكم نسيتموه عندنا فابتسم فأنت في ذمار. إذا رأيت المدينة التي حصلت على المرتبة الأولى في نظافة الشوارع في اليمن وقد أصبحت القمامة متكدسة في شوارعها فهذا ما جناها الإهمال على ذمار. إذا اكتشفت مديريات ما زالت تعيش في القرون الوسطى فلا تسأل عن التعليم في بعض المديريات في ذمار. على قولة أحد الأخوة في مديرية آنس نفسي ولدي يطلع دكتور أو مهندس أو طبيب مش ضروري نطلع كلنا عسكر. عندنا من إهمال المدارس الطالب ما يقدر يكمل دراستها الإعدادية. أحد المسؤولين السابقين كان مشهور بكسله ونومه فما كان من أصحاب ذمر إلا أن اتصلوا ببرنامج نوح الطيور الذي يبحث عن المفقودين وأبلغوا عن فقدان فلان الفلاني المسؤول. ويقال أنهم كتبوا على باب منزل أحد المسؤولين السابقين المسؤول نائم لعن الله من أيقظه. وتعليقا على جرعات الأسعار تردد أن أهالي ذمار صاروا يضعون الرغيف أو الروتي داخل البيضة وأصبح السندويتش الذماري يطلق عليه سندويتش بالروتي. وحينما أنشئت جامع الذمار بإمكانات كبيرة أطلق عليها أهل ذمار اسم جامعة عين عنس على وزن جامعة عين شمس في القاهرة.
ويحكى أنه كان هناك شارع متعثر في مدينة ذمار وغير مزفلت، وازداد سوءا مع هطول المطر وتجمع السيول، فما كان منهم إلا أن أحضروا الحمير ومعها عدة الحراثة، ومر المسؤول وهم يحرثون الشارع. تساءل: ما لهؤلاء القوم؟ قالوا: قلنا نستفيد من الشارع طالما وهو على هذه الحالة منذ سنوات. وهناك قصة ذمارية ظريفة اسمها مفكر القرية، تقول القصة أن ثور دخل رأسه في تنكة ولم يستطع أهالي القرية أن يخرجوه منها، فلجأوا إلى مفكر القرية وطلبوا منه حل المعضلة. ففكر ثم فكر وقدر، وقال لهم: اقطعوا رأس الثور. فقطعوا رأس الثور، ورغم أن المشكلة ظلت كما هي ورأس الثور مكانه وسط التنكة، إلا أن مفكر القرية استغرق في بكاء عميق. فسألوه: ما لك تبكي؟ فقال: خايف عليكم، لو موت من داعي يفكر لكم. وهذا هو واقع المسؤولين في بلادنا. وكان في مسؤول مشهور بالكذب والخرط، فنصحوه يترك هذه العادة. فاتفق هو أحد المرافقين الذين يلازمونه بأنه سوف يقوم بربط حبل صغير في قدمه، وكل ما خرط المسؤول يسحب المرافق الخيط. فذهبوا في جلسة قات، وبدأ المسؤول بالحديث: والله في إحدى المرات لقيت ثعلب سبلته طولها 50 متر، فسحب المرافق الخيط. فقال المسؤول: لا عفوا، نسيت، كان طول سبلته 20 متر. فسحب المرافق الحبل. فقال المسؤول: اعذروني لم أركز على طولها، فقد كان 10 أمتار. فسحب المرافق الخيط، فقال: كان طوله 5 متر. فظل المرافق يسحب الخيط حتى وصل المسؤول إلى ربع متر والمرافق يسحب الحبل. فغضب المسؤول وقام من مكانه وقال للمرافق: كان ما تشتهي نخليه بغير سبله. وهناك نكتة ذمارية جميلة تحكي قصة واحد كان يملك غنمة، وذات يوم طلعت سطح البيت وقفزت، ونادى الناس على الرجل بصوت عالي: الحق الغنمة قفزت من السطح. فأخذ السكين وهرول تجاهها، فوجد أنها في حالة تقتضي ذبحها. وبينما هو يقطعها ويسلخها، نادته امرأة عجوز من جيرانه بصوت عال: يا محمد، يا محمد، ادي لي المخ الله يرضى عليك. فرد عليها الرجل: يا حجة، لو معها مخ ما قفزت من جبل البيت. تحية لذمار ولأهل ذمار، عطروا قلوبكم بالصلاة على النبي، استودعكم الله.